في منزل لا يبعد كثيرا عن المحطة الطرقية لبولمان تسكن الحاجة راضية، سيدة تجاوز عمرها 60، ترملت منذ ما يزيد عن 10 سنوات. ولدها بوذكري بقي في فرنسا حيث ولد وكبر. كان زوجها أحمد الطهراوي يعمل في مصنع للسيارات، وقد استطاع أن يحقق بعضا من حلمه، أن يعود إلى مدينته بولمان ويستقر بها ما بقي في عمره بعد التقاعد. لم يمهله القدر أكثر من 6 سنوات، وباغته الموت ذات صباح من مايو من العام 96. منذ إذن صارت الحاجة راضية تعيش وحيدة في ذلك المنزل الفسيح الذي تحفه حديقة اصطفت على جنباتها أشجار العرعار. تدب الحياة عدة أيام من كل صيف في ذلك المنزل، حين يأتي بوذكري وزوجته نادين وأبناؤهما الثلاثة لقضاء جزء من العطلة الصيفية. عدا تلك الأيام المعدودة، يكاد المار بجوار ذاك المنزل يجزم بأنه خال من كل ذي نفس حية. قليلا ما كانت الحاجة راضية تشاهد وهي تتنقل بين أشجار حديقتها أو تغادر المنزل لزيارة معارف لها في بولمان. لم تكن المرأة تشكو الوحدة، في الظاهر على الأقل كانت تحس بالأمان. مساء 24 من يناير من العام 2000، وقد غشت المدينة ثلوج كثيفة، جلست راضية في الصالون تشاهد مسلسلا تلفزيونيا اعتادت على تتبع حلقاته. في المدفأة تتراقص ألسنة نار على قطعة من غصن شجرة وترسل موجات من الدفء. الأبواب مقفلة بإحكام، وعلى زجاج النوافذ طبقة من بخار تحول دون تبين ملامح المشهد. في لحظة ما نهضت إلى المطبخ تريد إعداد براد شاي. ألقت ببصرها جهة النافذة المطلة على الحديقة. خيل لها أن أحدا مر بمحاذاة النافذة، ولكنها ستوقن بأن الأمر لم يكن تخيلا ولا تهيؤات. باب المطبخ يطرق. أصابها خوف وحيرة، لم تتعود أن يطرق بابها أحد، فكيف أن يطرق في مثل ذاك المساء البارد؟ سكنت مكانها، دقات قلبها تضج في أذنيها. يطرق الباب مرة أخرى بقوة أكبر، ثم من زجاج النافذة الذي يغطيه البخار رأت رأسا يمر، ثم عاد السكون. عادت الحاجة راضية إلى الصالون متسللة إلى مقعدها، أطفأت التلفاز وأبقت على الضوء الخافت المنبعث من سقف الممر المفضي إلى غرفة النوم. كانت ترهف السمع، تحاول أن ترصد حركة حول المنزل، ولكن السكون كان يعم المكان. ظلت مكانها لا تتحرك، ولعلها أغفت أو نامت لا تدري. ثم انبلج صبح جديد. كانت اللهب قد توقفت عن الرقص في المدفأة، وصار غصن الشجرة السميك طبقات متراصة من رماد وجمر يلفظ أنفاسه الأخيرة. ماذا تفعل الآن؟ هل تبقى متمترسة في المنزل؟ أم تخرج تتفقد الحديقة والكوخ الذي تخزن فيه خشب التدفئة؟ أطلت من النافذة، المحيط مكسو بالثلج. جالت ببصرها في المدى الذي سمح به المربع الزجاجي، لم ترصد حركة. قالت ربما راح إلى حال سبيله ذاك الذي طرق الباب في المساء. تحلت بشجاعة افتقدتها منذ زمن الصبا. تقدمت إلى الباب فتحته. على بعد خطوتين ارتفعت طبقة الثلج. تصورتها تتجاوز ركبتيها. انتعلت حذاء طويلا يعود إلى زمن زوجها المرحوم. توجهت بين الأشجار إلى الكوخ الذي تخزن فيه خشب التدفئة. ما أن فتحت بابه حتى ظهر لها شخص يفترش قطعة من ورق الكرتون ويلتحف بطانية تتمازج فيها عدة ألوان بلا انتظام. تراجعت إلى الخلف، ثم دون أن تعرف لماذا توقفت وظلت تنظر. من عساه يكون؟ هل تصرخ وتطلب النجدة؟ ثم تحرك ذاك المتكوم على نفسه، لعله استشعر البرد الآتي من الباب المفتوح الآن.
رأته ينهض ويتخذ وضع القعود، ثم أطل برأسه من البطانية. لم يكن رجلا، كانت امرأة. عرفتها الحاجة راضية من عينيها، كانت عليهما بقية من كحل. ظلت كل واحدة من المرأتين مكانها، ثم قالت الحاجة راضية: من أنت وماذا تفعلين في بيتي؟ واصلت النظر إليها ثم قالت: لا تخافي، أنا عابرة سبيل، اضطررت أن أدخل إلى هنا بحثا عن الأمان. أأنت التي طرقت الباب في المساء؟ نعم. ولما لم أتلق جوابا رأيت هذا الكوخ فالتجأت إليه اتقاء البرد. بقيت الحاجة راضية مكانها، رأت بجوار المرأة حقيبة سفر، دعتها لمرافقتها إلى البيت. نهضت المرأة، لم تفارق البطانية وظلت تلتحفها. حملت حقيبتها وتبعت الحاجة التي حملت في يدها قطعتي خشب سميكتين. قبل أن يصل باب المنزل لعلع رعد وأومض برق قوي. دخلت الحاجة ثم تبعتها تلك المرأة. مضت الحاجة إلى المدفأة وألقمتها القطعتين الخشبيتين وطلبت من المرأة أن تجلس في الصالون. عم الصمت. كانت الحاجة في المطبخ تعد وجبة الفطور. سمعت المرأة صوت البيض يكسر ويقلى، ثم بلغتها رائحة الشاي وخبز يسخن. في المدفأة انبعثت ألسنة اللهب لرقصة جديدة تعيد الدفء إلى المكان. تخلصت المرأة من بطانيتها، طوتها بعناية ووضعتها جانبا. كانت ترتدي جلابة بنية على بنطلون يظهر من فتحتي الجلابة. كانت ترتدي تريكو من الصوف عالي العنق لونه يميل إلى الأصفر. تحت الطربوش الصوفي شعر صبغ بلون أشقر لم يكن ينسجم تماما مع لون بشرة المرأة الذي يميل إلى السمرة. لما عادت الحاجة راضية إلى الصالون تحمل صينية الفطور وجدت أمامها امرأة اكتملت ملامحها. كانت في العقد الثالث ربما، في بداياته على الأرجح. لن تسألها الحاجة عن عمرها. ابتسمت لها وقالت: ما اسمك؟ رشيدة. مرحبا بك يا رشيدة، هذا فطور متواضع. بارك الله فيك يا حجة. صبت الحجة راضية الشاي في كأسين. كانت ترفع البراد قليلا حتى تتكون تلك الحلقة البيضاء. كثيرون يقرؤون فيها مستوى جودة الشاي. كما ترين أنا أعيش هنا وحيدة منذ أن توفي زوجي قبل عدة سنوات، قالت الحجة. المدينة آمنة أليس كذلك؟ قالت رشيدة. نعم. قولي لي، من أين أنت؟ من وجدة، وأشتغل في مدرسة بفاس. وما الذي جاء بك إلى بولمان؟ صمدت المرأة. خالتها الحاجة لم ترد. وضعت كأس الشاي على المائدة، نظرت إلى الحاجة بحزن لا يخفى، ثم قالت: أريد أن أعود إلى بيتنا في وجدة. هل أنت متزوجة؟ كنت. طلقته بعد أن أذاقني كل مر بتصرفاته، ومع ذلك ظل يلاحقني. هل لكما أطفال؟ لا، الحمد لله. سكتت الحاجة، كانت ملامحها تعبر عن أسف عميق. ما الذي حدث حتى تغادري منزلك في مثل هذه الأحوال الجوية؟ لم تستطع التماسك وانهارت. لقد هجم علي عصر أمس بينما كنت في البيت وحيدة. كسر الباب، كان سكرانا في حالة هيجان، حطم الأواني، كان يصرخ. كان صراخه يزداد كلما ذكرته بأنني طلقته وبأن كل ما كان بيننا انتهى. وفي لحظة حمل سكينا وحمل علي. زلت قدمه ووقع أرضا. رأيت الدم، كان يصرخ. لحظتها حملت حقيبتي وهذه البطانية وخرجت. الحافلة التي وجدت في المحطة كانت منطلقة إلى بولمان، وما كان يهمني سوى أن أصير بعيدة عن فاس. تنهدت، وأنا الآن بعيدة عنه وبعيدة عن فاس. كان الدمع يسح على وجنتيها وقد حمل ما كان بقي في جفنيها من كحل. لم تخفي الحاجة تعاطفها معها. هدأتها، قالت لها إن أحد أقاربها يعمل مسؤولا في الأمن بفاس، وإذا ما وافقت فإنها على استعداد لمرافقتها إليه
علّه يساعدها في حل مشكلتها. بعد يومين قضتهما رشيدة في ضيافة الحاجة راضية، تحسنت الأحوال الجوية. رافقتها عند قريبها، كان ضابطا في الشرطة القضائية. على مائدة الغذاء عرضت عليه المشكلة حتى وصلت إلى فصلها الأخير. كان الضابط على اطلاع بما حدث بعد أن هربت رشيدة من بيتها. الرجل أصيب بجرح غائر على مستوى الذراع سبب له نزيفا لم ينج منه إلا بأعجوبة. كانت شهادات الجيران تؤكد صدق ما قالته رشيدة. عصر ذلك اليوم تقدمت لدى الدائرة الأمنية التي يوجد سكنها ضمن نفوذها وأدلت بأقوالها. كانت خطوة أولى في متابعة قضائية أنهت معاناتها مع طليقها الذي حكم عليه بعقوبة حبسية. منذ تلك الحادثة لم تعد الحاجة راضية تمضي كل أيامها وحيدة في بولمان. من حين إلى آخر كانت تزورها رشيدة، وأحيانا كانت تستضيفها في فاس.